بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في بداية هذه الحلقة أرجو رجاء خاصا لكل من يشاهدني أن يشاهد الفيديو للآخر، لأن حتى يفهم كلامي كله جملة واحدة، لأن الكلام يفهم يعني من سياقه ولا يقتطع منه حتى لا تضيع الفكرة ولا يضيع مقصودي أنا. أول حاجة أبدأ بقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله، قال: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. طبعا الراجل اللي ما يكونش دارس في أي علم من العلوم، مش ضروري في الشرع بس، أي علم من العلوم، أي واحد ما يكونش ليه في هذا العلم وما درس هذا العلم ويقعد يتكلم فيه طبعا هيخطئ. طيب أنا لما أجي أتكلم في الدين يجب أن أنا أكون ألتزم بقواعد الشرع في الحديث. فيها أخ طلع اتكلم على ان الناس اللي بتغضب من الاساءة للنبي صلى الله عليه وسلم من ماكرون ومن الصحفيين اللي في فرنسا، فبيتكلم طبعا طلع نظر علينا، قال في ايران وفي تركيا وفي العراق وفي سوريا وفي الاردن وفي فلسطين وفي لبنان وفي مصر شوية بعد للامانة للنقل انا ممكن بالحرف، قال يسب الله ورسوله في الشوارع من المرأة العجوز إلى الشايب الكبير إلى الولد الصغير إلى الشباب إلى الفتيات، كل فئات الفئات العمرية لشعوب هؤلاء الناس أو هؤلاء الدول أقصد يسبون الله ورسوله في الشارع. طيب أنا بس هحل الكلام واحدة واحدة، نقف عند الحتة دي. أولا أنت يعني على الأقل خالص إذا كنت تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمفروض أنك تنتهج منهج النبي صلى الله عليه وسلم عندما تتكلم عن أحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: فما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا، ولا وما كان يعرض بأحد. أما أنت تعرض بشعوب هذه الدول وهذه من العنصرية ولم تستثني أحدا من هذه الشعوب، يعني عندما ذكرت إيران، إيران فيها سنة ناس فيها صالحين، وفي تركيا أكيد فيها صالحون ناس مذهبهم سلفي، ومش كلهم يعني مش 80 مليون تركي كلهم على طريق النقشبندية أو الشاذولية أو النصوفية أو عباد قبور أو إلى آخره. أكيد صحيح ولا مش صحيح؟ حتى الدول، حتى فرنسا، حتى أمريكا، أي دولة في العالم. في العراق أكيد في سنة، وهؤلاء السنة فيهم ناس صالحين وما بيسبوش الله ولا رسوله، وفي فلسطين وفي الأردن وفي لبنان وفي مصر أيضا. لكن أنت حضرتك طلعت عممت على الشعوب دي كلها وجزمت وقلت بأن هؤلاء الشعوب يسبون الله ورسوله. لما تيجي تتكلم لازم تحدد كلامك علشان ما يتخدش عليك الموقف. فأنت لما تيجي تحدد الشعوب دي كلها وتقول في دولة كذا وكذا وكذا وكذا، قل على الأقل قل كلمة، قل إلا من رحم ربي، ما يعني فاهم إزاي؟ فتطلع من المسألة. نقطة تانية، أنت عرضت بأسماء هذه الدول واتهمت شعوبها بأنها تسب الله ورسوله في الشارع. الأصل أنك أنت ما تعرضش بهذه الدول. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: فما بال أقوام، والأقوام ده كانوا بيبقوا كفار، ولو أقوام ده كان ممكن يبقوا مسلمين وعندهم أخطاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا. فطبعا اللي على راسه بطحة بيحس عليها، واللي غلطان عارف إن ده الغلط والكلام جاي عليه من غير النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرض بأسماء حد أو يعني يكشف عن أسماء الناس. حتى المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم لم يكشف للصحابة عن أسمائهم إلا حذيفة بن اليمان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، ودي لحكمة، هذه لحكمة. لكن أنت عرضت بهذه البلاد دي أول حاجة، واتهمت أهلها ولم تستثني أحدا من هذه البلدان، فهل هذا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم أنك تتهم هذه الشعوب؟ طيب تعال أقول لك على حاجة بسيطة خالص. أنت عايز تقول لنا انك انت تعيش في المدينة الفاضلة، يعني بلدك ما فيهاش حد خالص يسب الله ورسوله في الشارع زي البلاد اللي انت ذكرتها،
في ولا ما فيش؟ طب في بلاد اخرى ولا لا؟ لماذا انت اخترت هذه البلاد؟ طبعا انا بستثني ايران وتركيا. ليه؟ لان نعتبرهم دول اعداء، وعندما نتكلم عنهم نقصد الحكام بتوعهم او نقصد الحكومات او اللي هم اعدائنا، وده منطلق شرعي. لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم، فدول تظلمنا فاحنا نجهر بالسوء اليهم، ما فيش مشكله. لكن هذه الدول الاخرى التي انت ذكرتها، الدول العربيه، هل هي عدوه لك حتى تجهر بالسوء تجاههم؟ وهل انت تعيش في مدينه فاضله تطبق شرع الله 100%، ما فيهاش اي اخطاء؟ انت نفسك الست صاحب معاصي؟ وانا و يعني كل الناس الا من رحم ربهم، فيش بني ادم الا ما وقع في معصيه. المعصوم الوحيد هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يقع في معصيه، اما كل البشر معرضون انهم يقعوا في معاصي. يعني انت عايش في المدينه الفاضله، والدول اللي انت ما ذكرتهاش، ليه حددت الدول دي؟ ده سؤال. اليست هذه عنصريه؟ اليست هذه يعني من باب التعريض بهذه الدول والقطع، واستثنيت المدينه الفاضله اللي انت بتعيش فيها؟ هل انت تعيش في مدينه تمام ما فيهاش معاصي خالص خالص؟ هذه واحد. اخوانا انا فررت الكلمتين اللي انا هرد عليهم واقولهم عشان خاطر ما اغلطش في كلمه. هو قال ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرسل يوحى اليه من السماء، نزل عليه جبريل هو يتكلم يقول: ترى ما هو بياع خضر عند ابوك حتى تغضب اذا سبه هذا الفرنسي. وانت عندك يوميا مسموح ينسب هداك، لا بس انت مسموح، فانت اخطأت عندما تقول الرسول ما هواش بياع خضار عند ابوك، ما هواش بياع خضار عند ابوك. اولا انت استنقصت من بياع الخضار، وربما مسلم واصلح منك ومني عند الله وافضل منك ومني عند ربنا سبحانه وتعالى. انت كمان عرضت بجناب النبي صلى الله عليه وسلم، واسأت الى النبي صلى الله عليه وسلم، واسأت الى النبي صلى الله عليه وسلم بانك تشبهه ببياع الخضار. والامر الاخر، طبعا احنا مش بنستقل من بيع الخضار، لكن انت كونك تشبه مقام النبي العلي، مقام النبي صلى الله عليه وسلم، مقام النبوه والرساله ببياع خضار، طبعا هو افضل الخلق، معروف انه افضل من بياع الخضار وافضل مني ومنك. انت اولا عرضت بجناب النبي صلى الله عليه وسلم واسأت اليه. طيب هل يجوز سب بياع الخضار؟ انت دلوقتي بتقول الرسول عليه الصلاه والسلام مش بياع خضار عند ابوك، عشان كل ما تغضب تسب الله ورسوله. جميل. لو انك قلت يعني حرام عليك اتقي الله، مش كل ما تغضب اجزم يعني اكتم غضبك وما تسبش الله ورسوله واضبط لسانك، هذا ماشي. لكن ايه الفكره ان الرسول ده مش بياع خضار عند ابوك وعشان كل ما تغضب تسب الله ورسوله؟ طب هل يجوز سب بياع الخضار؟ طب لا يجوز سب النبي صلى الله عليه وسلم. طب بياع الخضار يجوز سبه؟ عشان تعرف من تكلم في غير فن ياتي بالعجائب، ولما بتتكلم في شيء في دماغك انت عايز توصله، فمش مركز انت بتقول ايه، وطالع تقول كلام طبعا ما اتى به احد من العالمين. خلي بالك، فانت بتقع في خطا ورا خطا ورا خطا. وانا هوريك لك الاخطاء، اخطاء شرعيه واخطاء عقائديه واخطاء كمان اجتماعيه. بتقول الرسول مش بياع خضر عند ابوك حتى تغضب اذا سب هذا الفرنسي. يعني ايه يعني اذا سب هذا الفرنسي؟ يعني لما يسب الفرنسي مش مطلوب مني اغضب؟ حتى لو انا كنت صاحب معصيه، يعني حتى لو انا كنت صاحب معصيه ومفيش انسان يخلو من المعاصي، انت تخلو من المعاصي؟ انا اخلو من المعاصي؟ في اي بلد في الدنيا على الاطلاق تخلو من المعاصي؟ اكيد لا. هات لي دوله واحده في العالم ما فيهاش خير وشر، ما فيهاش معصيه وطاعه، ما فيهاش سيء وحسن. خلاص؟ فأنت بتقول
إذا سبوا هذا الفرنسي مطلوب من العاصي المسلم إن هو ما يغضبش ليه؟ من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وما يغضبش ليه؟ طبعا أنت بتتهم، طالما أنت عاصي فما تلومش على اللي يسب الرسول عليه الصلاة والسلام. كمان بتقول أنت عندك مسموح وهداك لا، بس ما مسموح، يعني معناها من الذي سمح أصلا في البلاد التي أنت ذكرتها، من الذي سمح بسب الله ورسوله أصلا؟ هل هناك هل من أحد سمح بذلك؟ عشان تقول هو أنت عندك مسموح، أنت عندك يوميا مسموح وهداك لا، بس ما مسموح. هل في البلاد اللي أنت ذكرتها دي مسموح فيها، مسموح فيها سب الله ورسوله؟ يعني في قانون عندنا في مصر يبيح سب الله ورسوله عشان تقول مسموح؟ في قانون في فلسطين يسمح بسب الله ورسوله؟ في قانون في الأردن؟ في قانون في العراق؟ في قانون في سوريا؟ في كل الدول التي أنت ذكرتها عشان تقول عندك مسموح؟ ولا المعاصي دي معاصي فردية؟ يعني أفعال فردية من أحد الناس، يعني ممكن واحد يغضب، أنت ممكن تيجي في مرة تغضب وتخطئ، يعني في سبق لسان. هل معنى كده خلاص كفرت بالله العظيم؟ هل معنى كده أنت تعتاد هذا الخطأ؟ كلام غريب. وبعدين وهل كوني عاصيا هل يمنع غضبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أغضب من أجله؟ أنت ما قرأتش الحديث بتاع النعيمان رضي الله عنه لما كان بيشرب الخمر وكان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ويجلده، ثم يذهب ويشرب الخمر ويأتي ليطهره فيجلده أكثر من مرة، حتى الصحابة يعني تعبوا منه زهقوا، وأحد الصحابة أراد لعنه أو لعنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، إني علمت أنه يحب الله ورسوله. فحب الله ورسوله ملوش علاقة إنك مع عاصي ولا مش عاصي، ودي مش معناها مدعاة للمعصية، لا، ولكن لا يتعارضان أبدا. أنت عمال تقول صلح عندك وصلح عندك عشان أنت عايز تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، صلح عندك مفيش مشكلة، ندعو للصلاح، وكل إنسان يعني كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، أنا مسؤول عن أولادي، لو لقيت في خطأ من هذه الأخطاء لازم أربيهم على عدم سب الله ورسوله والعياذ بالله، وعدم تعلم هذه الألفاظ من الشارع أو إلى آخر هذا الكلام. فدي مسألة ماشي، لكن أنت كونك تقول مسموح ليك انت ومش مسموح لفرنسا، لو هم مسموح عندهم قانون سب الاديان وسب وازدراء الاديان وسب النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الصور المسيئه للرسول صلى الله عليه وسلم، لهم مسموح لهم اصلا قانونا، لكن هل في الدول التي انت ذكرتها مسموح قانونا بسب الله ورسوله؟ اليس هذا اتهام خطير؟ اليس هذا تعريضا منك بهذه الدول واتهامها بانها تسب الله ورسوله؟ وما حكم سب الله ورسوله عندك؟ فيا اخي الكريم، يا اخي الكريم اتق الله وانت بتتكلم. بعدين كمان بتقول اللي يبغى يعني يغضب من اجل الرسول عليه الصلاه والسلام ليه ما ينقصش لسان اللي يسب الله ورسوله؟ ينقص لسان الكلام ده لمين؟ الكلام ده للشعوب؟ لاحد الناس ليا يعني للناس كلها؟ ولا الكلام ده مين؟ من المخول انه يقص لسان اللي يسب الله ورسوله؟ مش ولي الامر؟ الكلام ده توجهه لأولياء الأمور في الدول، تقول له يعني هل أنا ينفع، هل يجوز شرعا إن أنا لو لقيت واحد سمعت واحد سب الدين أقص لسانه؟ ده مش تحريض؟ مش ده تحريض وإثارة فتنة بين الناس ولا مش تحريض؟ لما تقول ليه اللي يسب الله ورسوله ما ينقصش لسانه، مين اللي يقص لسانه؟ أنا أحد الناس يعني أقصد، وانا منهم اي حد يعني اقصد، ولا ولي الامر هو اللي بيده اللي الحكم على هذا والقاضي يحكم، ولا ايه؟ مش هو اللي بيطبق الاحكام وهو اللي بيسن القوانين وهو المخول بمعاقبه الناس او معاقبه الرعيه هو ولي الامر ولا احد الناس؟ انت تتكلم بفكر تاني خالص، يعني واخد بالك ازاي؟ فكر يعني غريب. ما انا بقول لك من تكلم في غير فن أتى بالعجائب، والكلام بيقع منك. وطبعا يعني أنا
أحسن الظن بك في الأخير، أقسم بالله أنا أحسن الظن بك، لكن هذا هو دلالة الكلام اللي أنت بتقوله، وده كلام خطير جدا جدا. كمان وقعت في خطأ كبير جدا، قلت وربك ما يشتغل مثل ما يشتغل البشر، وربنا بيشتغل، هل هذا لفظ يليق بالذات الإلهية؟ أنا عارفك ما توصلش وما أنا عارف، لكن حذار أنت بتتكلم على ربنا سبحانه وتعالى، بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحاول أنك يعني تنتقي المصطلحات، لأن هذا الكلام أنا عارف وسبق لسان أو جهل كده يعني، عشان برضو يبقى إيه. وإحنا عندنا أدلة كثيرة جدا جدا. الرجل الذي قال يعني اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، لكن أنت أخطأت من شدة إيه؟ من شدة الدفاع عن فكرة معينة في دماغك، من شدة التنظير بشيء محدش قاله قبل كده، وطالع أنت تنظر علينا. وطالما أنت عايز تقول للناس، طالما أنتوا بتسبوا، في ناس بيسبوا الله ورسوله في الأمة الإسلامية، يبقى مسموح لباقي البشر أنهم يسبوا الرسول، وإحنا ما نغضبش يعني، حتى مجرد غضب ما نغضبش. أوعى تزعل، لا ما تزعلش، خليك مبسوط. ليه أنت بتسب أو غيرك بيسب؟ وبعدين هل هم بس اللي بيسبوا الدين أو بيسبوا الله ورسوله في هذه البلدان هم بس الغضبانين ولا الكل؟ يعني الصالح والطالح غضبانين، ولا اللي بيسب بس اللي غضبان؟ انت كأنك كده حصرت الغضب من الذين يسبون الله ورسوله، والناس التانية اللي هي ملتزمة نحسبها على خير، وناس في أكيد كتير جدا ناس صالحة وما بتسبش الله ولا رسوله، هل دول برضو يغضبوا ولا ما يغضبوش؟ منتظر منك فتوى بقى، ايه رايك؟ طيب خلاص، يا اللي بتسب الله ورسوله ما تغضبش عشان الرسول، مع ان ده طبعا غلط، لان يعني الراجل كان يشرب الخمر والنبي صلى الله عليه وسلم اقر له بانه يحب الله ورسوله، ومع ذلك صاحب معصيه. اصل اللي بيكفر بالمعصيه ده اللي هم الخوارج. طيب اللي ما بيسبش نعمل، يغضب ولا ما يغضبش؟ مع انك انت يا اخي لم تستطع ان تستثني من هذه الدول، بتقول إلا من رحم ربي، حتى يعني المفروض تقول إلا من رحم ربك مثلا الكلام، يعني الكلام حتى منضبط، يبقى أنت استثنيت، لأنك أنت ما عملتش حصر وللناس اللي بتسب الله ورسوله في هذه الدول، وهذه الدول فيها الصالح والطالح، ولا هو الدفاع عن فكرة معينة جعلتكم عمي، الإنسان بقى أعمى وما عادش عارف بيقول إيه؟ ايه الفرق بقى؟ اخواننا الامر دين، انت اطلع نظر في السياسة زي ما انت عايز، حلل في السياسة زي ما انت عايز، خيط في السياسة، رقع في السياسة، ما عندناش مشكلة، انت حر، الكلمة دي امانة ربنا يحاسبك عليها يوم القيامة، فما ما فيش مشكلة، نقدر نقول وجهة نظر، ممكن تكون غلطان وممكن مش غلطان، يعني انت وانت يعني في السياسة كده بترقع وتخيط وترزي يعني وبتطلع تقنع الناس بحاجة في السياسة، ما عندناش مشكلة خالص، ممكن نقول وجهة نظرك كده ونحترمها، غلط صح دي مش موضوع، موضوع تاني، والله أعلم بالنوايا، إنما لما تطلع تغلط في الدين لا لازم يترد عليك، مش حاجة اسمها ترقيع في الدين. يا أخي الكريم، الله سبحانه وتعالى حتى في الخطاب تكلم وقال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، مع أن الكفار يقينا على ضلال يقينا، لكن الله سبحانه وتعالى من باب الحوار والحرية في الحوار، شفت إنصاف أكتر من كده؟ يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وهذا ربنا فيه احتمال أنه يبقى على ضلال والعياذ بالله، إنما هذا في الحوار، لكن أنت تطلع تنظر تأتي بما لم يأتي به الأوائل ويجيب كلام غريب وعجيب، كل ده بتنظر ليه؟ أنا قلت لك اتكلم في السياسة ما أنت عايز، برر في السياسة زي ما أنت عايز، افتي، خدت بالك إزاي؟ رقع، اعمل اللي أنت عايزه، أنا بقول وجهة نظر، مصالح كذا كذا كذا، وممكن قادر كده يعني، نقول وجهة نظر، إنما في الدين ما فيهوش وجهة نظر، في الدين في حاجات ثوابت. طالب الناس ما تغضبش لأجل النبي صلى الله عليه وسلم عشان هدف أنت في دماغك. طب وهل لو إحنا دهننا في ديننا وضللنا على الناس، هل ربنا هيبارك في مساعينا بالضلال اللي إحنا بنحاول نعمي على الناس؟ اشرح وجهة نظرك، اشرح اللي أنت عايزه في وضوح وصراحة،
لكن انت مش واصي على حد تقول للناس ما تغضبوش. عايز تقول طالما ان فيه عندكم فيه سب لله ورسوله فانتوا ما تغضبوش عشان الفرنسا ده بيسب. وبتقول مسموح عندكم، مين اللي سمح بيه؟ فيا اخي الكريم دايما وابدا زي ما انا بقول لك كده، الدين ما فيهوش وجهات نظر. وهل ربنا بيشتغل؟ الكلام يعني انا اعلم ان هذا كله يعني ولو انت مش دارس شريعه فدي مصيبه انك تطلع تتكلم في الدين. طب لو دارس تبقى المصيبه اعظم. ليه؟ انك تبقى انت عارف وبتدلس على الناس وبتكذب على الناس وبتعمي على الناس وبتضلل الناس. فالمفروض تيجي تتكلم في حاجه دينيه اطلع اسال فيها الاول. واذا طلعت وتبين ليك انك انت غلطان اطلع وتراجع. مش عيب ابدا، ده دين. دين هتسال عنه يوم القيامه. ملخص هذه الحلقه، اولا لا يتنافى حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الله تبارك وتعالى مع انك انت مرتكب للمعاصي. ده لا يتنافى ابدا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، لا الدول اللي انت عرضت بيها دي كلها فيها ناس صالحين وفيها ناس على السنه وناس محترمه وفيها عصاة. ثلاثه، البلد اللي انت عايش فيها مش المدينه الفاضله وفيها اكيد معاصي كثيره جدا جدا لا تعد ولا تحصى وفيها صالحين. اربعه، كل بلاد الدنيا فيها الخير والشر. خمسه، ليس مبررا هذا ان فيه ناس بيسبوا الله ورسوله وانت كانك انت حصرتهم ان هم دول اللي هم غضبانين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجاهلت ان في ناس صالحين كثير جدا جدا وماشيين على نهج السلف الصالح وماشيين على الدين الصحيح برضه غضبانين. فانت ما قلتلهمش هل دول اللي هم الصالحين اللي ما بيسبوش الله ورسوله يغضبوا للرسول ولا ما يغضبوش؟ ما هم ما بيسبوش. فيعني انت عايز تقول لنا اللي بيسب، طب انت بتسب خلاص يبقى مكر يسب. انت عايز تقول كده، طب انا ما بسبش ينفع اغضب ولا لا؟ مستنين فتوتك في الحكايه دي. اللي بعد كده انت بتقول مسموح بسب الله ورسوله في هذه البلاد، هل ده فعلا مسموح؟ يبقى ده اتهام لاولياء الامور ان في قوانين. هل في قوانين في هذه الدول تبيح تشرع يعني في قانون لسب الله ورسوله؟ ولا انت بايه بتفتري عليهم الكذب؟ كمان انت بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مش بياع خضار عند ابوك حتى تغضب لما الفرنسي يسب له مرتين ثلاثة زي ما انت قلت او كما قلت يعني. ها يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم انت كده ما عرضتش بجنابه انه شبهته ببياع الخضار؟ مع احترامنا الشديد لبياع الخضار، لكن اصلا النبي صلى الله عليه وسلم اعلى منزله من اي احد في الدنيا. خلاص، فده ليس تقليلا مني، لكن التقليل من كان. كمان تحرض وتقول ان اللي يسب الله ورسوله ما ينقصش ليه لسانه في الشارع. طب مين اللي يقص لسانه؟ أليس هذا تحريض أحد الناس على بعضهم البعض؟ وفي ناس متشددين وياخدوا كلامك ده وشافوا واحد سب الله ورسوله ولا حاجة يوم ماسكه بقى وتحصل مقتلة وانت تبقى السبب. ليه ما تبينش ان المفروض الدول دي تطلع قوانين منع هذا وتجريم هذا ومحاسبة من يفعل هذا، مع انك انت قبل كده قلت مسموح وكأنك أقررت ان في قانون يسمح بذلك، ولم تدعو هذه الدول كنصيحة من النصائح أن يسن قانون يمنع هذا. فالأخطاء كبيرة جدا. ثم يعني علقت ما بين أنك أنت مش عايز حد تاني يسب، طيب أنت ما تسبش. يا أخي مش كل المجتمع بيسب. الأمر الآخر بتقول ربنا، بتقول ربك ما يشتغل مثل شغل البشر. وربنا بيشتغل وهو يقول وما مسنا من لغوب، يعني معنى كده ايه؟ هل يمس الله؟ يعني ما هو اللي بيشتغل يبقى بيتعب. فبس يعني، فده ملخص الحلقه كلها علشان خاطر نعرف النقاط اللي انا اتكلمت فيها، ويا ريت يفتيني. انا الحمد لله وكتير جدا كثير جدا في بلدنا الحمد لله في مصر اللي انت اتهمت ناس فيها، وانا بقول لك في ناس كتير جدا، في ناس كتير، لكن لو قستها بنسبه وتناسب قليل جدا يعني من السكان، قليل جدا يسب الله ورسوله. انا بقى من الناس الحمد لله ما بسبش الله ورسوله، والله اعلم به. فهل انا يجوز ان انا اغضب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ مستنين فتواك.
يا أخي الكريم، أخير عايز أقول لك أنا أحسن الظن بك. الكلام في السياسة مختلف تماما عن الكلام في الدين، لأن الكلام في السياسة يحتمل أوجه كثيرة ويحتمل وجهات نظر، أما الكلام في الدين فهو يحتمل الدليل من الكتاب والسنة. فالكلام في الدين يستوجب الدليل، يستوجب قال الله قال رسوله، وهذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول ورأي فقيه، فيستند لازم الدليل، وما تتكلمش كده، ما فيش وجهات نظر. يا إما في دليل شرعي يثبت من القرآن والسنة والإجماع والقياس، أو ما فيش. أنت ما تتكلم في السياسة زي ما أنت عايز، الطريق مفتوح. وفي النهاية لو أنت أخطأت أنا أقول وجهة نظر، لو أصبت أنا أقول جزاك الله خيرا، برضه وجهة نظرك طلعت صحيحة. بس يا أخي، فأنا والله أنصحك لله من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإحنا بننصح بعض. فأنا اتكلمت يا أخوانا الكلام ده عشان الكلام ده ناس كتير جدا سمعته، وفي كتير جدا اقتنع بيه. وطبعا هو في يعني حتى واحد من ضمن برضو أصحاب القنوات طلع يستشهد بكلامه، بس هو ما ذكرش غير بلده بس، يعني استشهد بقى ما جابش باقي الدول، يعني بارك الله فيه ان هو ايه وقال كما قال فلان. فيعني انت طبعا انت عمت على العوم يا اخي، يعني عمت ركبت الموجه. طبعا كلام اول مره تسمعه فقلت حاجه جديده بقى، وايه وعشان الناس تسمع حاجه جديده. يا اخوانا والله العظيم كل ده، والله العظيم مهما كسبتم ومهما عملتم عشان الناس تعمل اشتراكات وعلشان تتشهروا وعلشان تدافعوا، يا اما تدافعوا عن حق يا اما بلاش. واخدين بالكم ازاي؟ كل ده ملوش لازمه. بعد ما تموت هتاخد ايه؟ عملت المليارات ايه اللي هيحصل لك؟ بكره هتموت وتلقى الله سبحانه وتعالى. وتذكروا دائما وابدا ان الكلمه امانه، الكلمه امانه، والامانه كبيره جدا جدا. فانت اذا اردت ان تتكلم فتكلم بما يمليه عليك ضميرك، وقبل ضميرك يعني يكون موافقا لشرع الله تبارك وتعالى. وتذكر دائما قول الله تبارك وتعالى: وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فاسال الله لي ولكم بتقوى الله العظيم، وان نتحرى الصدق في كل ما نقول، وان يتجاوز عن سيئاتنا، فكلنا اصحاب معاصي. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. بهذا نكون قد وصلنا لنهايه هذه الحلقه، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله تبارك وتعالى. كان معكم محمود العوام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.